مشروع تلعب انت فيها بتشعر بسعادة براحة نفسية في ست بدل شحنات يعني طاقة إيجابية بينك وبينها. في شغلة كمان حابة أحكيها، أنا قرأت عنه جديد وحب أقرأ عنه. نفس عميق، تاخذ نفس عميق، تعطي مخ يعني تتغذي مخك بالهواء النقي، تفصل عشان ترجع تشتغل تاني. تخيلها إنها 24 بتشتغل هي فش. طبعا احنا استفدنا من دورة الصحة النفسية بحكم في حياتنا العملية، بحكم انه احنا عملنا ميداني وبنختلط مع الاطفال في الميدان. طبعا تعلمنا كيف انه احنا نكتشف الحالات والاطفال اللي بيعانوا من اضطرابات نفسية، وعملية الإحالة الى مراكز متخصصة، حيث اننا نعيش في منطقة صراع مستمر. تعلمنا آلية انه كيف انه احنا ندير عملية اسعافات نفسية اولية خلال الميدان. طبعا تكمن أهمية الصحة النفسية في ان احنا بنقدم رعاية صحية شاملة للفرد من خلال الرعاية الصحية النفسية والجسدية. طبعا هذه الدورة كانت كتير مميزة لانها شملت اكثر من اضطرابات مثل الاضطرابات المزاجية والاضطرابات النوم عند الاطفال واضطراب كرب ما بعد الصدمة. وهذه الاضطرابات اللي اخذناها وآلية التفريق بين كل اضطراب والتاني وكل الانواع اللي بتندرج تحت الاضطراب بتساعدنا ان احنا نكتشف الحالات النفسية عند الاطفال ونقدر نحولها بشكل جيد لبرنامج غزة للصحة النفسية ليتم التعامل معها بشكل مهني. كتبت انه شمس تشرق، يعني انا بحب الشمس كتير، بحب ادخلها في كل اشي، بحس انه الشمس هي مشاعر او بداية يوم جديد. بعدين في حاجة ثانية إنه تركيزه هو تلمس منه إنه في نوع من البرادة في عينيه تضرب شوية شغلات يعني. الدورة كانت كتير مميزة. الهدف الأساسي من الدورة هي كانت نكون قادرين على تمييز الطفل اللي بيحتاج لدعم نفسي وتحويله. طبعا من أهم المواضيع اللي كانت مميزة في هذه الدورة واللي كنت بحاجة إلها هي الدعم النفسي الأولي في الأزمات، ثانياً الصحة النفسية الشخصية. إذا كنا قادرين نكون بوضع نفسي جيد بالتالي حنكون قادرين على تقديم الدعم النفسي للآخرين. يعني نزيد الاهتمام بهذا الفئة، ومن هنا طبعاً إجى التعاون. الدورة التدريبية كانت كتير مفيدة إلنا بشكل كبير، خاصة الشق العملي منها وضرب الأمثلة من خلال المدربين وقصص عايشتهم في واقعهم، كتير استفدنا منها بشكل كبير. كمان استفدنا من الدورة على أساس أنه شغلنا احتكاك مباشر مع الجمهور ومع الأطفال، كيف ممكن نتعامل مع الأطفال، كيف ممكن نكتشف إذا كان الأطفال بيعانوا من صدمة نفسية أو لا. ممكن كمان من خلال الزيارة الميدانية لأهل الطفل والطفل نقدم نصائح عاجلة للوالدين بحيث أنه يتعاملوا مع حالة ابنهم، أو إذا لقينا الحالة يعني بحاجة إلى تدخل علاجي نفسي ممكن أحولها لبرنامج الصحة النفسية. وبرنامج غزة للصحة النفسية تعلمنا كمان دفتر صغير هيك حلو الاكتشاف والإحالة، بنسجل فيه بيانات الطفل وبنوجهه للبرنامج، وهم من ناحيتهم حيتدخلوا معه وحيتعاملوا معه بكل سرور وبكل أريحية حسب الاتفاق اللي كان بيننا. فريق جمعية إغاثة أطفال فلسطين بصراحة بعتبره من أروع الفرق اللي قمت بتدريبها والعمل معها. كتير حسيت انهم يعني كتير منسجمين، في روح الفريق كانت طاغية والانسجام بيناتهم كان جدا واضح، ما حسيتش في حواجز بين المسؤولين اللي كانوا حاضرين في التدريب وبين الناس الكادر الميداني اللي شغال. حسيت انه هم عارفين هدفهم، في فريق يعني يعي دوره جيدا بيسعى لتحقيقه على اكمل وجه. شكرا بي سي ار اف. شكرا بي سي ار اف. شكرا بي سي ار اف. شكرا بي سي ار اف.